السلام عليكم، اهلا بكم في قناه حلويات وملاحات. وصفتنا اليوم هي وصفه جزائريه عباره عن قريوش مورق على شكل فراشه. كنتمنى انها ينال اعجابكم، وكنوجه تحيه لاخواتنا الجزائريين وكذلك العرب والمغاربه فين ما كانوا. كنقول لكم رمضان كريم، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نمر الان المقادير مع طريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله سأعطيكم المقادير والطريقة في نفس الوقت. لهذا سنحتاج إلى كوبين من الدقيق، وضعتهم في إناء، وسعة الكوب اللي أنا استعملته 250 مللتر. نضيف على الدقيق ملعقة كبيرة من السكر، نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية البيكنج باودر، ورشة ملح. نضيف كذلك ملعقة صغيرة من الفانيلا سائلة، ملعقتين كبيرتين من الزيت، زيت المائدة. نمزج الخليط جيدا يعني بأطراف الأصابع حتى نحصل على خليط بهذا الشكل. من بعد نجمع العجين بالماء البارد. هنا الماء كيبقى يعني على حسب العجين، تقريبا سنحتاج الكوب إلا الربع حتى الكوب، يعني على حسب نوعية الدقيق. فنقوم بعجن جيدا هذا العجين هذا، كذلك نقوم بدلكه جيدا حتى نحصل على عجينة لينة رطبة وما تكونش كتلتصق بالايادي. على فكره هنايا لما بغيتوش تستعملوا الفانيلا ممكن تعوضوها بماء الزهر او ماء الورد على حسب اي نكهه تفضلونها. من بعد خديت العجين بعد دلكها جيدا، قسمتها الى قسمين وشكلتهم الكرتين وتركتهم يرتاحوا تقريبا من 5 إلى 10 دقائق حتى يسهل علينا فردهم. من بعد هنا في هذه العمليه هذه سنحتاج الى الميسنة أو لا إلى النشا. نضع القليل من النشا على طاولة العمل أو على سطح العمل. نقوم بفرد أول كرة من العجين بمساعدة الشوبك أو لا المدلك حتى نحصل على عجينة تكون رقيقة جيدا، يعني جدا رفيعة ما أمكن. فنقوم ببسط العجين بهذا الشكل دائما مع المساعدة بالنشا حتى لا تلتصق. بعد الشكل بعد ذلك نقوم بلف العجين حول نفسه، يعني نبدأ ندوره في العجينة حول نفسها حتى تشكل عندنا شكل قضيب على شكل بودان. بهذه الطريقة هذه طريقتها جدا سهلة. وفي الأخير باش تلتصق العجين ندهن بالقليل من الماء، يعني بواسطة فرشاة ندهن القليل من الماء ونكمل لف العجين حول نفسها حتى تشد لي مزيان داك العجينة. ومن بعد ملي تكون كتقلى يعني ما غاديش تحل لي. ناخذ هذا العجين هذا ونقطعه لدوائر بسمك تقريبا 1 سنتيم، يعني ما خصهمش يكونوا كبارين بزاف، يعني لازم يكونوا هنايا صغارين. ومن بعد كناخذ كل دائره وكنقوم بالضغط عليها ضغطه خفيفه بالاصبع. من بعد اكمل بسط هذه العجين بواسطه المدلك او الشوبك حتى كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا، يعني ما لازمش تكون رفيعه وما بزاف وما لازمش تكون سميكه، يعني تكون ما بين وبين باش من بعد فين تكون كتقلى القريوش ما يدير لنا داك الطبقات اللي كيجيونا هكاك مورقين. فكنستمر بنفس الشكل حتى كنسالي جميع الكميه ديال العجين. هنايا باش غادي نعطي داك الشكل ديال الفراشه كناخذها وكنحطها على عرضها. من بعد كنقوم بالضغط عليها بجمعها والضغط عليها من الوسط كيف ما هو موضح في الفيديو باش كتعطيني داك الشكل ديال الفراشه. يعني عمليتها جدا سهله. وعلى فكره هنا لازم ان هذا العجين هذا بعد تشكيلها انكم تضعوها في صحن وتغطوها بلاستيك غذائي باش ما تنشف لكمش، ضروري هذه العمليه هذه. فكنكمل بنفس الشكل حتى كنسالي من جميع العجين اللي عندي. من بعد خديت مقله وضعت فيها زيت ساخنه او لا وضعت فيها الزيت وخليتها كتسخن. من بعد كنحط وحدات ديال الكريوش وكنبدا كنقلي فيهم. كيف كنحطهم تنقلبهم مباشره،
يعني ضروري غير كيف نحطوهم نقلبوهم ونخليو هاد الكريوش هذا حتى يتحمر وياخذ لنا اللون الذهبي. من بعد مباشره كناخذوه كنستقطروه من الزيت ومباشره كنوضعوه بالعسل اللي كنكونوا مدفينه من قبل شي شويه. يعني هنايا العسل خديته ودفيته فقط القليل باش ما يبقاش عندي هكاك سميك بزاف. من بعد ما كتشرب لي العسل داك الكريوش كناخذو كنوضعو بمصفات حتى يستقطر باقي العسل اللي فيه وكنكملو بنفس الشكل حتى كننتهيو من جميع الكميه اللي عندنا ديال الكريوش. فمن بعد ما قليت الكريوش وعسلته وساليته هذا شكله وهذه النتيجه النهائيه. كيجي رائع جدا مقرمش بزاف من على برا، يعني كيجي جد مقرمش من على برا وهش وطري من الداخل. فكنتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبتكم وصفه اليوم وعجبكم الفيديو ما تنساوش كالعاده انكم تضغطوا على لايك او زر الاعجاب او جيم، كذلك تشتركوا بالقناه دائما باش توصلوا بجديد الوصفات مع تفعيل الجرس اشتراك سبسكرايب او لاصابوني، وتشتركوا او تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واحبائكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء.